طعنة في ظهر تركيا بسبب أزمة أوكرانيا وروسيا. لا تقتربوا من تركيا. خسرت الليرة التركية قرابة 1.5% مقابل الدولار الأمريكي أثناء تعاملات الأمس لتصل إلى أضعف مستوى لها هذا العام، وتراجعت الليرة إلى 13.90 في أكبر خسارة ليوم واحد منذ أوائل يناير كانون الثاني، قبل أن تقلص خسائرها إلى 1.26% عند 13.85. ووفق مراقبين، فإن السبب الرئيس لهذه الخسارة هو تصعيد روسيا للتوتر في شرق أوكرانيا، وهو ما يشكل مصدر خطر على استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا. وأضافوا أن الحرب المتوقعة بين جارتيها في منطقة البلطيق روسيا وأوكرانيا قد يلحق ضرراً باقتصاد تركيا المنهك بالفعل بعد أزمة العملة في ديسمبر كانون الأول. تأتي هذه الخسارة بعد فترة من الاستقرار عقب تثبيت سعر الفائدة عند 14 نقطة، وبقيت متماسكة بعد الآلية التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي وقت سابق قال محافظ المركزي التركي شهاب كويكتشيوغلو إن معدل التضخم في البلاد سيتراجع إلى 8.2% نهاية عام 2023، وسيتراجع إلى 5% نهاية 2024، فيما ستتأثر الليرة التركية إيجابياً. كما أوضح أنه أثناء إعداد التوقعات على المدى المتوسط اتخذوا التوقعات الاقتصادية التي لخصتها حتى الآن نقطة البداية، وحدثوا الافتراضات الخاصة بالعوامل الخارجية مثل أسعار الواردات وأسعار المواد الغذائية والنمو العالمي والسياسة المالية. وأشار إلى أنه اتخذوا نظرة مستقبلية يتم من خلالها تحديد سياسات الاقتصاد الكلي بطريقة منسقة مع منظور متوسط الأجل ركز على خفض التضخم. والاثنين الماضي دخل قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع الغذائية الأساسية من 8% إلى 1% في تركيا حيز التنفيذ. فكيف سيكون تأثير هذا القرار على معدلات التضخم في البلاد على سعر الليرة التركية؟ وتعقيبا على ذلك ثمن خبراء اقتصاديون هذا القرار معتبرين أنه إلى جانب قرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% سيساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن المواطنين وخفض معدلات التضخم. ولكن تبقى التغيرات العالمية الجديدة التي لم تكن في الحسبان، التي لن تكون تركيا في غنى عنها في نفس الوقت، هي سيدة الموقف، وقد تنسف أي حرب روسية أوكرانية كل ما قيل سابقاً.